كان دخلنا في مرحله الجد، دخلنا في لحظات الحسم، خلاص نسينا منتخب مصر وفوزه بالاربعه على ملاوي، وداخلين على النادي الاهلي والهلال السوداني. الهلال السوداني اللي وصل امبارح وعمل رساله شكر وبيان شكر لهيئه مطار القاهره الدولي وللنادي الاهلي على حسن الاستقبال وكرم الضيافه، وده عاده النادي الاهلي ودي عاده مصر والمصريين، هو استقبال كل ضيوفنا فوق راسنا، كل ضيوفنا فوق راسنا، فما بالك بالاخوه السودانيين اللي بنشرب كلنا من نيل واحد وبيجمع يعني بيجمعنا مصير واحد طول عمرنا، طول عمرنا كان ملك مصر والسودان لحد 52، يعني نقول ايه يعني. فبالتالي اخواننا وحبايبنا وفوق راسنا لهم كل الاحترام وكل التقدير، وضيوف اعزاء فضلاء على راسنا من فوق، على راسنا من فوق. لكن دخلنا في الجد، مستر مرسيل كولر عمل فرمان، لو تقول لي يا اسطوره موافق عليه اقول لك لا مش موافق، لكن في الاخر هو له وجهه نظر فنيه. فما هو فرمان السويسري مرسيل كولر وهو يعني بيمر بلحظات حاسمة وبأيام حاسمة في هذا الشأن؟ فرمان مارسيل كولر قال لك مفيش معسكر. ليه؟ قال لك مفيش معسكر، يا عم اعمل معسكر للفرقة واقعد معاهم يومين خميس وجمعة وكده وظبط التظابيط وافشخ الافشخانات، ده العيال جاية اللي جاي من ملاوي واللي جاي من زامبيا وكده، ولم الشمل، واللي جاي من جاميبيا واللي جاي من ليبيريا، لم الشمل يا حاج. قال لك لا والله الموضوع مش مستاهل. ليه يا عم كده؟ قال والله يا اسطوره الموضوع ما مستاهل، ما العيال دي برضه عليها ضغوط نفسيه وعصبيه، ما هم ما شافوش عيالهم بقالهم فتره، فيقعدوا في البيت ويعيشوا اجواء طبيعيه ونخفف عنهم الضغوط النفسيه والعصبيه وكلام من. معقول رايح لمباراه حاسمه ومباراه مصيريه امام الهلال السودان اللي موجود هنا من يوم الثلاث، يعني قبل البطوله باربع ايام، ثلاث اربع خميس جمعه سبت، خمس ايام، يعني هيريح اربع ايام. فبالتالي وانت بتقول مش تعمل معسكر، قال لك لا خالص، دي لعيبه مضغوطه نفسيا وعصبيا، لعيبه داخله في معسكرات كتيره، منتخب اولمبي وسفر ومنتخب اول وسفر وكده، لازم الناس تفك ولازم الناس تريح، ما تحسش انها مضغوطه بكثافه ولا بقوه في هذه الاجواء، بالعكس لازم ان هم يريحوا ويحسوا ان يعني اخفف الضغوط النفسيه والعصبيه عليهم. قلت له والله يا مستر كولر انت حر بقى، الاهلي عرض عليك وحدد عليك وقال لك اختار اللي انت عايزه واحنا تحت امرك، عاوز يومين ماشي، عاوز ثلاثه ماشي، اللي انت عاوز، عاوز تخش باللعبه معسكر من النهارده ماشي. الرجل مستر مارسيل كولر رفض الدخول في معسكر مبكر وقال لك نتعامل مع مباراه الهلال السوداني على انها مباراه محليه في الدوري المحلي، اتمرن يوم الجمعه اروح ابات في الاوتيل والاعبهم السبت عادي وكلام من، عندنا هنا النادي مجهز بكل حاجه وقاعد محاضرات واعمل شغلي واعمل كل حاجتي واروح على طول على المباراه ابيت، يبقى كل لعيب حافظ مهامه اذا كان في محاضره هعملها او حاجه او كلام بالشكل ده، لكن الامر لا يستدعي ابدا معسكر. الامر ده مدارس يا جماعه، الامور دي مدارس، في ناس يقول لك اعمل معسكر، اقعد مع اللعيبه، حفز اللعيبه، اتكلم معاهم، اللعيبه تعيش اجواء المباراه، وفي واحد زي مستر مارسيكو قال لك ما اللعيبه جايه مضغوطه. اللعيبه ده العيال ما فطرتش في بيتها ولا يوم، سيب العيال تفطر في بيتها، سيب العيال تفطر في بيت، بلاش ان احنا نضغطهم وحاجات بالشكل ده. فرافض مستر مارسيل كولر ضغط لاعبي النادي الاهلي من خلال معسكر من الخميس على يعني قال لك خش الخميس التدريب الرئيسي النهارده، في تدريب بالمناسبه، تدريب النهارده الدوليين كلهم حاضرين، كابتن محمد الشناوي، كابتن احمد عبد القادر، محمد عبد المنعم، محمد هاني اللي مستواه بيتطور ما بقاش الناشئ، يا ريت محمد عبد المنعم حد يتكلم معاه، محمد عبد المنعم، محمد سوري هاني بيأدي أداء رائع جدا لكن تحس إن مفيش قبول، صلى على النبي كتير يا محمد، صلى على النبي كتير عليه الصلاة والسلام، صلى على الحبيب قلبك يطيب وادعي ربنا إن يكتب لك القبول، أنت عامل ماتش رائع جدا قدام ملاوي وعامل جول حلو جدا ومتفاهم ومنسجم مع العالمي محمد صلاح، لكن بتلاقي في ناس يقول لك اسم محمد يعني اصلا ما تعرفش مالهم، ما بتنزلهمش جايز غيرانين من شعرك يا ابني ولا حاجه، ما تعرفش في حاجه عند الناس. فمحمد هاني موجود في التدريب، حمدي فتحي، محمود كهربا، مروان عطيه بجانب رباعي المنتخب الاولمبي، علي معلول يصل اليوم ايضا وهيحضر تدريب الخميس، هياخد راحه لحضور تدريب الخميس، بيرسي تاو ومستر اليو ديان هيحضروا غدا الخميس باذن الله تعالى، التدريبه الرئيسيه هتبقى بكره ان شاء رب العالمين، ان شاء رب العالمين، وحاضرين كلهم. المستر مارسيل كولر اللي عمال يجهز لهذه المباراه هو جهازه الفني والاداري، خد الدكتور ايهاب علي استشاري التغذيه في النادي، قال له تعالى يا بوب العيال دي ما كلتش، اللي راجع من زامبيا واللي راجع من ملاوي وكلام بالشكل ده، واحنا في الصيام، عاوز برنامج غذائي كامل متكامل يحتفظ للاعبين بكامل طاقتها
خلال مباراة الهلال، عاوز اعوض كل النقص اليوم ده بالصيام ده، بحيث قال له ما تقلقش احنا عندنا حاجة سحرية اسمها التمر اللي هو البلح ده، فيه تغذية كبيرة جدا ومش عارف ايه، واعمل لهم عصير بلح ومش عارف ايه، بلح باللبن وحدوده بالشكل ده. فالدكتور ايهاب علي حاجة بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يعني استشاري تغذية على اروع ما يكون. والنادي الاهلي هو النادي الوحيد في مصر الذي يأخذ بهذا التخصص المحترم. لايك وشير وصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اعلى باللايك يا بيه عشان هقول لك على حاجة، رسالة من الأسطورة كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب حالته الصحية زي ما قلت لك امبارح ونقلت عني كافة وسائل الإعلام المصرية والعربية، الوحيد اللي قال لك إن هو عنده أكسجين وبتاع ومش عارف إيه وحاجات كده، شفاه الله وعافاه وربنا يمتعه بألف صحة وعافية. وحكيت لك موضوع كورونا بالليل بعد ما حسيت بقى إن الناس كلها يعني عاملة أصدام من أبو العريف وكلام من ده، فقلت لك حكايه الكورونا وتداعياتها والرئتين اللي عنده والتعب اللي تعرض ليه ودور المحترم فوزي لقجع. هقعد اقوله الدور المحترم اللي عمله الاستاذ فوزي لقجع رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم والوزير وزير الماليه في الحكومه المغربيه مع الاسطوره كابتن محمود الخطيب، لما قال له هتروح المستشفى، هتروح المستشفى، فريق طب وداه المستشفى العسكري في الرباط وتم علاجه، كانت حاله كورونا اثرت على الرئتين باذن الله يبقى